دي بعض مراسلاتنا مع فروعنا في الخارج، هسيبها لحضرتك يمكن تحب تطلع عليها. هطلع اكيد هطلع، بس مش وقت. اوكي هسيب لحضرتك الدوسيه. لا خليه معاكي. بس ولا اقولك، احنا هنبقى نطلع عليه مع بعضينا انا وانت. تحت امرك. قلتي لي اسمك ايه؟ نشوة. نشوة، اسم جميل ورائع. عن اذنك. تفضلي. مش معقول كده. والله لو عاوزاني امسك نفسي غيرها لي بسكرتير. ما ينفعش طبعا، دي واجهة للشركة. تحر. عموما انا عارفه ان انت عارف مصلحتك كويس قوي، وصعب قوي انك تغلط. هحاول.